هذا البرنامج برعاية بنك الخرطوم. أنت أولا. هذا البرنامج برعاية كوفتي. السلام عليكم ورحمة الله مشاهدينا في كل مكان. حلقة جديدة من برنامج ريحة البن. معي الليلة ضيفة أحسبها إنها من أصغر الشاعرات في هذا البرنامج, يعني في هذا الموسم. هي تكتب الفصحى والتقييم راجع لكم في النهاية. هي دكتورة سريهان الطيب. مرحبا. مرحبا بكم بكل الحضور الكريم. سعيدة بالمشاركة وسعيدة بأن أكون ضمن برنامج ريحة البن للموسم. رمضان كريم عليك. علينا وعليكم. تصوموا وتفطروا على خير. عليك يا رب. الدولين كيفك؟ أهلين محمود, وأنا سعيدة بالدولين مع سريهان. سريهان إزيك؟ كيف حالك؟ أسلم إن شاء الله وحبابك بيناتك. سعيدة بك. موضوعنا الليلة خلونا نقول إنه هو يعني اختيار الشاعر للمنصات, ولا بتختار المنصات الشعراء؟ يزع الشاعر إلى المنصة, ولا المنصة يجب أن تزع إلى الشاعر؟ بمواضيع تانية خلونا نقول إنه الشاعر بيختار يكتب لجمهور, ولا هو يكتب ويطبع الجمهور؟ خلونا نتناقش شوية في الموضوع ده. أخذ رأيك كامل. طيب والله ممكن في البداية يكون الشاعر هو بيزعل على المنصات, لكن أول ما الشاعر أول منصة عرفت الشاعر, بعد ذاك المنصة بتزعل على الشاعر, تجيب الشاعر. أما بخصوص الشاعر بيكتب عليه زوجة الجمهور أو على, أنا بعتقد إنه الشاعر بيكتب إحساسه قبل أي حاجة. الجمهور ممكن يأثر فيك في حالة الثورة, ممكن أنت تطلع الشارع تشوف الجمهور متفاعل مع ياتو قضية وتكتب عنها, ده في إطار القضايا. أما في الإطار العام أنا بقول الشاعر تماما بيكتب إحساسه, ما بيكتب إحساس شخصي. شريها الرأي. أنا رأيي ما بعيد عن رأي الأستاذة ماجدلين, إنه فعلا الشاعر بيكتب نفسه, بيكتب إحساسه, بعبر عن فكرته, بعبر عن شعوره. بالنسبة لإنه المنصة في البداية الشاعر هو اللي بيكون محتاج لمنصة عشان ما يعرض فيها شعره ويقدر إنه يخش في مجتمع الشعراء, لكن بعد ذاك بتبقى الحكاية إنه المنصة هي اللي بتطلب الشاعر عشان ما يعني يقدر إنه يقدم من خلالها ويقدر إنه يكون نفسه. كبرياء يعني يا الشاعر, ولا جودة منتوجه هي اللي بتجبر المنصات تجيب يعني تصطاد, صح؟ سمعين. حبدأ بسطرين كده بحب إنه أبدأ بهم دائما. إلى السيف والوردة بدونهما لم أكن قادرا على سرقة الومضة والعطر من كل شيء. النص أموت وتولد الفكرة, لأن القلب مقبرة تفيض أسا تفوح روائح الموت, لأني في احتضار الصمت أنشق فأتقن خدعة الفوت, لأني أوثر الكتمان لا صحب يهدهدني ولا ذكرى, لأني محتسي الحرمان أموت وتولد الفكرة. فلا دمع سيجبرني ولا عبرة, سأكتب على هذا الحرف يونس وحشة الجوف, سأمزج بالدموع الشعري, أمزج بالدموع الشعري, أهزم سطوة الخوف. وهل للغيث أن يشفي جراح القلب؟ وهل إن لفت الأوجاع عتمتنا ستوقد شمعة سهوا تضيء الدرب؟ وبين ضجيج موج الحزن صرخة أنجم حيرة تداعب روحي البكماء تعلن للسماء الحر, لأن الروح تنزف في احتضار الصمت لا لغة تجر الخط وصوب الدرب, لأني قد عبرت شواطئ التوهان حيث هناك لا مرسى, تركت شتاتي المهزومة جرب خدعة المنفى, لأن القطرة يعكسني ويعكس أصدق الأشياء, لأن سراب بهجتنا ضبابي فلا يوما يكون الماء, لأني ضعت عند مدينة عدماء إذ لا تعرف الأسماء, أنا لليل والعشاق أعلن حربي الشعواء. زي شعرها حلو.
كل المنصات هتمشي عليك بإذن الله. اصطادك اصطياد. كنت عاوز أقول لكم انتبهت هسي البيتين اللي قلتهم في البداية شنو؟ هو المقدمة في كتاب في ديوان مرثية النار الأولى، هي كانت من أجمل المقدمات كده. قوليهم قوليهم تاني. إلى السيف والوردة، بدونهما لم أكن قادرا على سرقة الومضة والعطر من كل شيء. ده خلينا نرجع بعدين لمحور بعد ما نطلع الفاصل. محور إنه كتابة الأنثى بتكون بضمائر المذكر في الغالب يعني، ولا الجرأة بدأت تتوغل في الفترة الأخيرة يعني في الأدب الأنثوي السودان. نحن نطلع فاصل وراجعين نشوف الحاصل. حصلت منيت أي أماني لين أسمع عندك بيصلات، الناس اللي بتشوفهم صدفة ما بتجمع بينكم غير لحظات. الحاجة النازلة من الحافلة والحلية دوب قدر القدرة، ما تمنت ليها تقوم الحج أو تغسل همها بعمرها. والطفل المضغوط في شغله لآخر الليل يشقى ويتعب، ما تمنت له مزاج رايق أو خمسة دقايق بس يلعب. الشاب المرقى من الصايب ومعاه خطيبة ومبسوطة، ما تمنت لهم في سرك يوم زفة وكوشة وزغروتة. لو ما تمنيت أي فرصة وجات في شهر الخير موسم بركات، نتمنى لبعضنا وإن شاء الله مقبولة تكون كل الدعوات. أمانينا ودعواتنا للغير باب من أبواب الخير، وإنت بتدعي لغيرك اتأكد إنه في زول كمان بدعي لك. كل سنة ونحن كلنا بخير ورمضان كريم. بنك الخرطوم، أنت أولاً. بيننا حاجات حلوة كثيرة بتميز بلدنا عن غيرها، قادرين بكوباية شاي نعرف إنه بلدنا بخير. في ضحكة من قلبنا جوا، في لحظة بتلم الأخوة، أصحاب وأحباب من جملة سودانيين كرم ومروة. بينا يا ناس حلاتة في كل حتة طيبتنا ذاتا، بيننا حاجات حلوة وحترجع أحلى، خليك في البيت شاي الغزلتين، يهودا سوداننا يهودا شاينا. مرحبا بكم من جديد في برنامجكم ريحة البن. وكان في سؤال قبل الفاصل إنه ضمائر التذكير والمذكر يعني تستخدم الأنثى كثير يعني برضو في بعض الأحيان، ما عارف عشان القصيدة تلقى عموميتها يعني تستخدم الأنثى ويستخدم الرجل، ولا عشان يخافوا من انطباعات تانية ومن التصريح بالنسبة. والله الحاجة دي ممكن زمان كانت عشان الناس بتخاف، وممكن يعني ناس البزات ونويتي بتكتبي بالجرأة دي وحكوا لك قصة يعني. فحاليا لا، يمكن المرأة بقت شوية أقوى، تقدر تضلع حاجاتها، بتقدر تضلع أحاسيسها، ويمكن كلامك يكون برضو فيه جزء من الصح إنه القصيدة عشان تقدر أنت تستخدمه وقدر الناس تستخدمه يقدر يقرأ أي زول. لكن أنا ما أعتقد إنه الزول ممكن يعني يخجل من حاجاته يعني من شعره، من
ما يمكن انا كاتبه باحساس زول ثاني يا جماعه اللي اكون انا. هذا البزوق سمعنا يا واد. انا ما هزوق طبعا نهائي, ما بزوق يا محمد قول. لكن في القصيده دي ممكن تلقى لك زوغانه في النص. طيب مع مرقه الضحك اللمس دمعه بتفير تيبان في خدي وتمس عندك تفاصيلي الاليمه واي سكه تودي لي عارف دروبي في المتاهات القديمه واي حس ظنيتني زي غمزه بتحس نظره حبيب واقف ورا الغيمات شمس اديتني كلمه عليها نيران تنبجس جواي ملان ملان بالمغسى من قلبي البدس ريحه بواقي الالفه فاحت هبهان في شاهي ماداه الحبيب الضو زنط بصوت اسمك غنية في كل الكمنجات تنغمس وهدي البلاد غنوها أولادنا البعاد جنحين ملاك الريدة إيديك الوداد عينيك طريق الجنة فيها بنلتمس بالله يا طير الخريف جيب لي معاك من دي القبيل قبيل طرسته شان خاطر الحبيب البي بحس جيب لي معاك كم رشة من ريحته ترد روح الخدار كم رحشة من صوت الكنار غناي مع الناي الوجع سواله في روحك مزار حين دروشة وقدله نار تقابة في نص القلب في بداية روحك في بداية نورك يتهشى ويا منعشة اديني فيك جرة نفس وهدي المشاوير المعاك ما قصرت مدت على الشارع دروب للفرحة لكل المحبين الوراك سويت نحش حين في وشوشة سميتني في الآخر عليك دايرة سوق. وهدي المشاوير المعاك ما قصرت مدت على الشارع دروب للفرحة لكل المحبين الوراك سويت نحن في وشوشة سميتني في الآخر عليك ضلك رحيم برت حشاي حين روحي غيمك رشرشه بالله ما هذا الهجيج عينيك مواعين الأمانة المادة للمحتاج نسيج من إلفة ما هذا النسيج لحظة تجيبني عليك بخد كل الخلوق في كفة والدنيا بتهيج لونك خليط من إلفة زايد عفة زايد خفة جاية من السمار كان لا مسك ساهي النسيم تملانا بريحة الأريج بالله ما هذا المزيج وندي ندي الحبيب الكل يوم الكل يوم تفتح قلبك شان تجيك زي الحجيج مليانة إحساس بالوجود بالله ما هذا الضجيج يا الله يا ودني سمعينا ثاني أي عابرا بالقصيدة أي عابرا بالقصيدة ألقي السلام فإن على الشعر إزهاره أنت لا تدركه أن كيف نحمل هم المخاضي لكي ينجب المرء أشعاره ولا نخلة تحتها أنزوي كي تساقط تمر الحروف ولا ريح تمحو رماد احتراقي فلا تسأل الجب أسراره قد ركضت على شاطئ العمر متقد الجمر أحمل في الكف حلما قلدته الأماكن من وقتها لم تزل واقفة وفي كل سنبلة ترتمي مهجتي حبة حبة زارها صوتك الريح في لحظة خاطفة فاستوت ربما تلتقي بالهوى ليس لي في البلاد بلاد سوى أنني أسكن البرد والنار والعاصفة فكيف وحيدا ستتركني رهن زنزانة الخوف أمتحن القرفصة فأعمى ولا أبصر العابرين بحرفي برغم ازدحامك في الأقمصة وإن خانني الحرف أو هدني الظرف أو ضاقت السبل من فرط شوقي فحتما ستتسع الأرصفة ويمتد عمري طويلا طويلا فقد خلدتني عيونك في لحظة منصفة الله الله يا للعذوبة يا أخي نحن نطلع فاصل وراجعين خليكم معنا حصلت منيت
أي أماني لناس ما عندك بصلات. الناس اللي بتشوفهم صدفة ما بتجمع بينكم غير لحظات. الحاجة النازلة من الحافلة والحيل يا دوب قدر القدرة، ما تمنت ليها تقوم الحج أو تغسل همها بعمرها. والطفل المضغوط في شغله لآخر الليل يشقى ويتعب، ما تمنت له مزاج رايق لو خمس دقايق بس يلعب. الشاب المرقى من الصايب ومعاه خطيبة ومبسوطة، ما تمنت لهم في سرك يوم زفة وكوشة وزغروتة. لو ما تمنيت أهي فرصة وجات في شهر الخير موسم بركات. نتمنى لبعضنا وإن شاء الله مقبولة تكون كل الدعوات. أمانينا ودعواتنا للغير باب من أبواب الخير، وإنت بتدعي لغيرك اتأكد إنه في زول كمان بدعي لك. كل سنة ونحن كلنا بخير ورمضان كريم. بنك الخرطوم، أنت أولاً. بيننا حاجات حلوة كثيرة بتميز بلدنا عن غيرها، قادرين بكوباية شاي نعرف إنه بلدنا بخيرها. في ضحكة من قلبنا جوا، في لحظة بتلم الأخوة، أصحاب وأحباب من جملة سودانيين كرموا مروة. بينا يا ناس حلاتة في كل حتة طيبة نزاتة. بيننا حاجات حلوة وحترجع أحلى، خليك في البيت شاي الغزلتين. يهودا سوداننا، يهودا شاينا. ماذا ترى حلم الكفيف يكون؟ هل طيف إحساس حلم الكفيف؟ ماذا ترى حلم الكفيف يكون؟ هل طيف إحساس يطابق حدسه؟ أم صورة كذابة وظنون؟ ماذا تكون حقيقة المعنى إذا لما يكن في عمقها التكوين؟ ماذا ترى الإدراك؟ درب واضح؟ ما بين آلاف الدروب يبين. من أنت يسأل خاطري، روح تهيم وسجن روح يطين. ما الموت؟ هل سجن جديد أم خلاص دائم؟ والكل يبكي دائن ومدين. ما سر أيام الحياة وما الحياة؟ متاهة؟ لوح نقي خانه التدوين. ما الخوف ضد الأمن؟ ما المجهول؟ ما التفكير؟ هل كان انسيابا للرؤى والعبقري عقله مجنون؟ ما الحب يا قلبي وما تفسيره؟ جمر مقيم جنة وأنين. ما الحب يا هذا أشوق للأنا؟ موج يجود وبالمياه ضنين. ما الكون والأشياء في تعريفها؟ بل ما هو التعريف والمضمون؟ ضيق اللغات، ضيق اللغات عن المعاني مربك، والمفردات تهون حين تخون. ما الشيء من لا شيء غير إجابة لأوامر الرحمن، كن فيكون.
سمعونا قولينا. معلش عفوا ليه حجرة تاني نص من النصوص المأساوية شوية يعني شبيه الظل. طبعا اخترت النظة بالتحديد شبيه الظل. اخترت النظة بالتحديد لأنه طبعا كلنا عارفين أنه الحزن هو أصدق العواطف. صح. من أصدق العواطف هي عاطفة الحزن. صحيح. فبقول الظل يشرب من عيون النور. الظل يشرب من عيون النور ويظل يقضم قلبي المفطور. ينمو ويركض للبعيد كأنه قد مس في أعماقي التنور. لا عاصم من لواتي انفجرت فبداخل الغرقة أشد حضور. وبداخلي تعويذة أبدية للحزن إذ يبني لدي قصورا. تتساقط الذكرى كحقل يانع هزته عاصفة ليصبح بورا. برحشة ناجين من أقدارهم لكنهم زجوا هناك عصورا. لي كبرياء الناي في تعبيره يبني من الأشباح حولي سورا. يا سلام عليك. من جنين سرحت؟ سرحت في الكلام اللي بتقول فيه شريهان دي وما تقول لي يجري. لا 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 نهاية خلاص. حزمني؟ لا لا عشان أبكيك سمع. أنا من قبل ببكي يا محمود حرام. حرام عليك. أنا جاي أنا عاوز أسمحكم بصراحة. البكا يعني. ذاته في صحيح؟ البكا في الأدب. البكا ولا البكاء؟ خلينا نكون واضحين. البكا ولا البكاء؟ والله البكا ده انا كنت يا صديقي انا لقيت البكاء. انت البكاء الصيد الثاني البكاء والصيد البكاء. وان كانوا الاثنين وجهين للعملة يعني. الاثنين وجهين لنفس العملة الدموع. لكن هنا البكاء البكاء بيفرق. انا بتحزم وبتلزم لكن انت يعني بكاء. حقيقة يعني هو موجود في الشعر موجود بكسرة والطرقلية وشعراء كتار لكن طبعا دائما النص هو اللي بيختار يعني عاطفة النص اللي بيختار. قلت الحزن أصدق الأحاسيس يعني حقيقة لأنه هو ملازمنا يعني مما قلنا يعني. ملازم الإنسان من ميلاد والصرخة الأولى يعني والبكا وتجينا الأفراح يعني فجأة مرة في حياتنا. عشان كده بننادي ناس بكور وناس عواض وعلي وديل يصوروا العريس مثلا يصوروا الفرحة. أيوة. صح؟ صح. لأنه الحزن ممتد معانا يعني ما محتاجين نوثق له كيف بنوثق لأفراحنا. تمام. سميها نستانتها. نصف من المعنى يراود نصفي ونصف خيال جرني نحو حدفي. يمد لي الضوء المسافر كفه ولكن يد الإظلام تتقن خطفي. غداوتي الشفاف لونا وصورة فلا لغة في الكون تعرف وصفي. منحت من الوردات أشهى عبيرها لمن عبروا حتى بلحظة قطفي. لأرض من النسيان جئت غريبة وكفي مصابيح تضيء بلطفي. عبرت الصحارى ثم كانت بحيرة نظرت لها قد قيل لي الآن جفي. كتبت على صدر المجاز قصيدة تؤولني النايات تحسن عزفي. تعلقني بالسحب آخر قطرة تعرفني أولى السماوات منفي. غسلت المدى من غيبه وغيابه ولونته من غزارة نزفي. إذا نضجت كفو الحنين بداخلي لأغذفه قام الوصال بغزفي. وبالجب وحدي الخوف يحرس وجهتي وقافلة باسم العزيز تقفي. فلا راودته أحرفي عنه مرة ولا بين رؤياه مكان لخوفي. وما اهتز في عمقي بقية صوته إلا من الأحداق يسقط حرفه.
الله ده هو الفرع عندي. الله انا استمتع جدا والله بالحلقه. يا سلام. شكرا يا شيريهان انك كنت معانا. يا اخي انا شاكره لكم جدا وبوعدك مؤجلين ان المره الجايه حكتب لك نصوص كلها مفرحه. شكرا يا عبدالله. تسلم يا محمد. انا سعيده يعني اني كنت مع شيريهان ومبسوطه بها شديد والله. بين شمس وقمر الليله ومبسوط جدا. يبقى السؤال انه الشاعر يبحث عن المنصة أم تبحث المنصة عن الشاعر؟ مفروض يعني يظل مفروش جوات الحوش مكسوش ونظيف من قول الزيف مرشوش بموية تريد وحنان والبن في النار تهب ريح تكون راسي دوش متقريف لك والمطأة بدت في ذاك الحوش المعروش. يا سلام يا أخي. نتلاقى بكرة بعمل اليوم. سلام عليكم.